تمكنت مصالح أمن الجزائر خلال الأيام القليلة من وضع حد لنشاط مجموعات إجرامية مختصة في التهريب وكذا الإتجار غير الشرعي للمخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تمكنت ذات المصالح بحجز كميات معتبرة في عمليات نوعية على مستوى العاصمة والمقدرة ب 260 كيلوغرام من القنب الهندي وكذا إيقاف عناصر هذه المجموعات التي كانت تنشط على مستوى خارج العاصمة، حيث تم من خلال هذه العمليات استرجاع مبلغ مالي معتبر إضافة إلى حجز مركبات وكمية أخرى أيضا من الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبات التي كانت تستعمل لنقل هذه البضائع.